واعتقد ان عملت ايه يا دادار؟ انا خلاص اتاكدت انهم جواسيس يا مولانا، جايين يتجسسوا علينا. انا برضو ما صدقتش كلامهم، مش معقول حد يصدقهم. لما امرتني ان اخدهم واحطهم في الحديد واسجنهم، خطرت على بالي فكرة، قلت يمكن تكشفهم. قمت خدتهم على القصر عندي وقلت لهم انتوا في ضيافتي، وعلى طول فكيت قيودهم وفهمتهم اني هساعدهم. كل ده عشان اجرجرهم واعرف حكايتهم. وقالوا لك ايه؟ ما شفتش احرص منهم، مفيش حاجة على لسانهم غير اختهم شقيقتهم. ست الملاح والعفريت المخيف اللي اسمه الاشكيف. كل ده كلام بيلهونا بيه. مولاي يؤمر بيه؟ انا لازم اعرف الامير راح فين، المجرمين ودوه فين، ولازم تنكشف كل الاسرار. مش هيعجز الحديد والنار، انت فاهم طبعا يا دادار. مولاي مديهم مهلة يومين. مفيش مهلة للمجرمين الخاينين، احنا مستنيين ايه؟ ساكتين عليهم ليه؟ امرك يا ملك الزمان. هاتهم هنا قدامي. امرك يا ملك الزمان. الان امرك يا ملك ريحان. تحت اليوم وانا مضطر اسيبك دلوقتي واقوم، وانا محروم. لكن قبل ما اسيبك يكون في معلومي، زي النهاردة حاجيلي جاوبيني، ريحيلي، كلميني ست الملاح. هفضل. صحيح صحيح هتفكري؟ صحيح هفكر. ما فيش حاجة في الدنيا تسليني عنك غيرها. شوفي شوفي لونها، انت ما بتكلمنيش ليه يا بنت ناس؟ طيب انا مليت الكاس. خليك يا مكانك. خديني. اوعى تقرب مني، 100 مرة حذرت، لو قربت مني انا هموت نفسي. لا 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 لا، ما تموتيش نفسك. ازاي تموتي نفسك؟ انت عايزه انا اموت؟ يا ريت. لسانك بينقط عسل، لو ما كانش بينقط عسل ما كانش ده كله حصل. انت سجنني من غير فايده. ازاي الكلام ده؟ انت اللي سجن نفسك، كلمه واحده منك والدنيا كلها هتبقى ملك ايديك. انا عايز اساعدك واغنيكي. هو صحيح انت عاوز تساعدني؟ يبقى اعتقني. اعتقك وانا مين؟ اعتقني اعتقيني انت. نظرة واحدة قتلتني،
خليك ترميني بسهام عليكي، انت خليتيني اموت فيكي. لا لا ما تبكيش، ما اقدرش اشوفك بتبكي عليكي يا حبيبتي. ست من اقبل لك ايه بس عشان ترد علي؟ اقول عليك صوابعي، اتسرج لك عليا، رد عليا. انت ما تعرفيش ان عندي تدخلها، اللي ما فيش بعدها قوة، واقدر استخدم قوتي دي وخليكي تخضعي ارادتي وسطوتي. كده كده انت حقيقي حبسني، لكن ما تقدرش تلمسني، ما تقدرش تخصمني. انت رغم قوتك دي اضعف مني. انت بتستفزيني يعني؟ انا يمكن ما توعنيش قلبي عشان اعذبك انت، لكن انا هخطف اخواتي. اخواتي؟ ايوه، وحاجبهم هنا قدامك واشوف كلامهم وكلامك لاخر مره وانت حره. هسيبك دلوقتي وزي النهارده حجيك. وإذا ما فوقتيش لنفسك ذنب اخواتك فرقك. حق الكاف والنون وسر الكون فوقك كاف الموج وعلى جناح البحار. يا بطار البدر البدر شفت حاجة؟ زعفران ابني وديتوه فين؟ انتوا يا مجرمين اتكلم انت، هو احسن لك. بحلمك حلمك علينا يا ردردار. انا ابني ابني انت 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 يا مولانا اديتنا مهلة يومين وفضت يوم. ده انتوا طيرتوا من عيني النوم، انا حوريكم النجوم. طب يا رب يا رب تشخطني اكتر ما انا مشخوط. يا رب اعرف لك بايه؟ باذن الله الامير هيكون بخير وهيرجع بخير. ده احنا الخيط الوحيد اللي يربطك بيه واللي هيوصلك اليه. لو هتموت واحنا في ايدك هينقطع الحبل اللي بينه وبينك. ده شيء كتير، دبرني يا وزير. لله الامر والتدبير. انا في نار في نار، اعمل ايه يا دادار؟ برضو يا مولاي ده يوم واحد انتظار. طيب خدوهم وتقلوا الحديد في ايديهم ورجليهم. تعال انت وهو. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. Thank you.
مني يا اخواتي. ده الامير ما رجعش لحد دلوقتي، لازم افترسوا طير ولا وحش. ربنا كبير يا مولاتي، انت تعبانه. طب دبريني يا كهرمانه. تدابير لله يا مولاتي. يا قلبك يا ريحان، ولا كانه له ابن مختفي. دخلوا عليه زي الله والخافي. ولحد امتى هيسمعهم يا كهرمانه؟ يظهر ان في هدف لمولانا. اسمعي، انا اللي هدور على ابني بنفسي، وزي ما ترسي ترسي. يا مولاتي انت تعبانه. مالكيش دعوه انت، نفذي اللي هقولك عليه. يا مولاتي انت هتقومي ولا ايه؟ ايوه. اسمعي، انت تجهزي لي حصان وملابس فارس من الفرسان. طب والملك رحاه؟ نفذي كل شيء في كتمان. انا اللي هدور على ابني زعفران. يا رجعت بيه، يا رحت انا الاخرى. يا مولاتي دي مغامره خطره. كهرمانه ما تعرضنيش، ده بعد الضنا مفيش. وحنسيب الملك ريحان، هو حيدور على ابنه ولا عليك انت كمان؟ وبعدين يا مولاتي حتدوري فين؟ ادور عليه في كل مكان. اسال عن الطير، اسال عن الانسان، ان شاء الله حتى اسال الجان. لا حول ولا قوه الا بالله. استهدي بالله يا مولاتي. ارجوك يا كهرمانه، نفذي اللي بقولك عليه، وجهزي لك حصان ولبسه تلبسيه. هنخرج سوا، يا نعيش سوا يا نموت سوا. خدمتك يا مولاتي، ده نفديك بحياتي. بس يعني هنمشي لوحدنا عشان ما حدش يعرف سرنا، وربنا معانا يا كهرمانه. يلا اعملي لك همه وشوفي لك هدمه، وما تنسيش الزاد والزواد. احنا هنسافر بلاد وبلاد. امرك يا مولاتي. سامحني يا ريحان، زي ما هو ابنك ابني انا كمان. ست الملاح، زعفران هو راح؟ راح وانزاح. ده فعلا شيء مخيف. شفت الاشكيف؟ لولا الكلام اللي قلته لي كنت دخلت عليه وزي ما تيجي تيجي. لو كنت عملتها كنا رحنا بلاش. الحمد لله اني ما عملتهاش. حاسب خليك عندك. ايه انت نسيت الكلام اللي قلته لك؟ القفص الذهب ده لو لمسته هيضيع عمري وعمرك. احكي لي، انا ما لحقتش اكلمك ولا لحقت تكلميني. انت جيتي هنا ازاي؟ انت اللي جيت هنا ازاي؟ وايه الاصوات دي كمان اللي بتحرك الاحزان وتفكرني بالاهل والاوطان؟ ما هي دي جزيره الاشجان. هنا جبل السكلة، جزيره مسحوره لا يمكن يوصل لها انس ولا جان. البحر حواليها وكل التماسيح بيحرسوها، دي تماسيح جن محضرهم الاشكيف، وبقوة سحر الخاتم اللي معاه بيسخرهم. انا بستغرب انت ازاي قدرت توصل هنا. انا مش قلتلك جيت على الحصان الطيار؟ حصان وطيار؟ باختصار انا الامير زعفران، وابويا الملك ريحان، وأمي الملكة هانوم بنت الملك سادوم. وفيها كتير منك، جمالك وحسنك، ولولا لون شعرك وصغر سنك والحسنة اللي في خدك كنت قلت انك هي. انت بتجاملني ولا بتغزلني؟ هو انا طايل غزلك؟ ده انا مش قادر اقرب منك. هو انت عشان تغزلني لازم تقرب مني؟ مش كفاية انك تكلمني واكلمك واسمعك وتسمعني؟ قولي انا عايز اعرف انت جيت هنا ازاي، وعرفت ازاي مكاني. شوف يا ست الملاح، في يوم واحنا في الديوان قاعدين لقينا تلات عجايز علينا داخلين، والتلاتة قدموا تلات هدايا ما شافتهاش عين. اللي قدم الديك، واللي قدم الحصان، واللي قدم الطاووس الميقاتي،
وكل واحد من التلاتة طلب ايد اخت من اخواتي. العجايز؟ ايوه، قدموا الهدايا وطلبوا ايدين الصبايا، وبعد الديك والطاووس جه العجوز التالت وقدم الحصان الابانوس اللي يمشي من غير ما يدوس، الحصان الطيار. ياه، دي حكاية زي اللي كنا بنسمعها واحنا صغار. وهي اتحققت واحنا كبار. مش انا بقولك اني اقدر اخلصك واطير بك؟ لا تمسيح تحوشنا ولا حد يشوفنا. يا ريت. ايه اللي يمنعنا؟ القفص الذهب ده يمنعنا. اشمعنى؟ ما اكتفاش الاشكيف بالتماسيح المسحور، عمل القفص الذهب ده وحطيني انا فيه وعمل طلاسم عليه، لو اي حد جه يلمسه او بس يقرب منه يعمل صرخات عاليه يسمعها الاشكيف حتى لو كان في اخر الدنيا، حب يطب في ثانيه. كلامك بيخوفني. بس انت برضو اللي هتخلصني، عشان انت فارس الاحلام اللي كنت دايما بشوفه في المنام. ايه حكاية فارس الاحلام دي؟ انا عايز اعرف حكايتك وكل اللي حصل لك، وفين اهلك ومين ابوكي وفين اراضيكي؟ اسئلة كتير عايز اطرحها عليك. شوف يا سيدي، احنا لسه قدامنا كتير، 7 ايام ممكن اقعد احكي لك فيهم كل حاجة، الا لو انت هتاخد الحصان الطيار وتسيبني. اسيبك؟ انت بتتكلمي على قدك، انا رجلي على رجلك، ازاي اسيبك لوحدك؟ ده انا اقدم روحي قربان لجمالك وحسنك. بس انا عايز اعرف كل حاجة عنك، كلميني عنك، قوليلي كل اللي حصل لك. اقولك. ايوه. وحد الله لا اله الا الله. وبدأت ست ملاح بابا تحكي لزعفران حكاية ذلك الشيطان، وكيف جاءها في صورة الأمير كروان إلى أن انتهت إلى هذا المكان في جزيرة الأشجار. وعندئذ